مرحبا، أنا دهنا أخصائية العلاج الطبيعي مركز فيزيون. كتير في أسئلة توصلنا عن أفضل وضعية ممكن أقعدها بالمكتب، سواء كنت أعاني أو ما كنت أعاني من ألم بأسفل الظهر أو منتصف أو أعلى الظهر، أو عدم ارتياح بعد 8 ساعات عمل. طبيعي إنه جسمنا يحس بتعب أو ألم بعد 8 ساعات عمل وإحنا قاعدين على نفس الوضعية، لأنه بصير الجسم يرسل إشارة للدماغ إنه تحرك أو حرك جسمك أو إنه في إشي غلط عم بيصير عشان نعدل الوضعية وما نضلنا عليه عشان ما نأذي جسمنا. وهلأ رح نحكي عن الوضعية الصحيحة اللي ممكن نقعد فيها بالمكتب. هلأ أهم إشي يكون بلش من الظهر، الظهر يكون مسنود للآخر وراجع لورا، حيث إنه إحنا إذا زبطنا الظهر تقريبا كل وضعية الجسم حتكون صحيحة. وأهم إشي كمان مستوى اللابتوب يكون عالي، بحيث إنه ما يكون الرأس نازل ولا يكون كتير رافع، بده يكون على مستوى النظر. فممكن ناخد عنا أي ملف أو قطعة أو تكون كتيب ورا نرفع عليها، نحط عليها اللابتوب. بهاي الطريقة رح يكون الوضعية أريح للرقبة وللإيدين وللظهر. كتير مهم برضو وضعية الرجلين، أهم إشي يكون عنا زاوية 90-90. هاي بدها تكون ما يكون الكرسي مرتفع بحيث إنه الهيب يكون نازل الركبة تكون نازلة، ولا يكون الكرسي منخفض والركبة تكون أعلى من مستوى الفخذ. بالنهاية ما في وضعية بتكون أفضل وضعية أو وضعية صحيحة، إلا إنه إحنا نغير من وضعيتنا كل تقريباً نص ساعة على ساعة. نقدر نحط موبايلنا مكان بعيد أو المية، أو كل شوي نقوم نغير وضعيتنا سواء قاعد أو واقف، حتى نغير بالقعدة أو نغير بالوقفة ونمشي. كتير مهم إنه إحنا نعمل تغيير لنقاط الضغط وقت لما نكون نشتغل لساعات عمل طويلة. كتير مهم كمان إنه إحنا كل نص ساعة نقوم نتحرك نشتغل نحرك حالنا وما نخلي جسمنا على نفس الوضعية. وهلأ رح نشوف بعض التمارين اللي ممكن إحنا نعملها. وهلأ رح نبلش بأول تمرين ممكن نعمله في المكتب، رح يكون بيستهدف عضلات الرقبة. بنجيب أول إشي كوعنا بنحطهم على مستوى عيوننا على الحيط، بعديها بننزل راسنا، رح نحس شد بالمنطقة اللي هون، بنثبت 5 ثواني وبنرفع. نقدر نعمله خلال اليوم من 10-20 مرة. التمرين الثاني رح يكون تارجتينج لمنطقة الظهر. رح نمد ايدينا، رح نقف قدام الحيط ونمد ايدنا ونبلش نحرك بمنطقة الظهر لقدام ولورا. نقدر نعمله من 10-20 تكرار. وهلا رح نعمل التمرين الثالث اللي هو بيستهدف عضلات الصدر. نجيب ايدنا، يعني نحط ايدك هيك كوعك قدم جسمك، بنلف الجسم للخارج عكس اتجاه الايد عشان يصير عندنا استطالة بهاي المنطقة. بنثبت للعشرة وبنريح. نقدر نعملها من 10-20 تكرار. كتير مهم انه احنا نلتزم بهاي التمارين ونعملها خلال ايام الدوام، لانه هاي رح تساعدنا انه احنا نتجنب اي مشكلة تكون او نحد منها. اذا حبيتوا الفيديو نعمل لايك شير سبسكرايب عشان كمان نشوف فيديوهات تانية بتخص الفيزيوثيرابي. يعطيكم العافية.